بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقلنا لنبوئنهم أي ننزلهم ونعد لهم أماكنهم التي ينزلون فيها. ونحن نعلم أن كلمة الجنة الملاحظ فيها في استعمالاتنا في الدنيا أنها الأرض ذات الخضرة والأشجار والأزهار. أيود أحدكم أن تكون له جنة بإيه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين إلى إيه؟ إلى آخره. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ونخيل. إذن فكلمة الجنة معناها يأتي إلى الذهن أنها الخضرة والأزهار والثمار والأشياء التي بها الاقتيات وبها الترف. فإذا كان ذلك في دنيا الأسباب نراها، نشوف اللاعب اللي عنده بستان كده حلو ويقعد فيه ويشم منه الريحة الجميلة ويزرع فيه الأشياء الحلوة، ده في الدنيا، فما بالك بما يعده الله لخلقه في الآخرة؟ ده لازم تبقى حاجة كمان. ولذلك أول عجب يقول لك تجري الجنة تجري من تحتها الأنهار. إحنا نعرف إن الأنهار بتجري خلالها، نفجر الأنهار خلالها إيه؟ إنما شوف أين العهد من العجيبة. وأيضا هتبقى الأنهار اللي موجودة، الأنهار الجنة، كل نهر من الأنهار دي له شطآن تحجز الإيه؟ تحجز المية. لا، المية ماشية بدون حواجز من الشطآن. الله، أشياء عجيبة عجيبة كلها. ولذلك لما كنا نروح أماكن في الأماكن في البلاد اللي بنروح ونلاقي حاجة بقى عظيمة أو معمار إيه وهندسة إيه وديكور إيه وحاجات الناس تستعجب، يعني تشوف الحاجات دي. فأنا قلت لهم مرة وإحنا في الفندق، قلت لهم خدوا مني موعظة. هذه الموعظة أن هذا النعيم اللي انتوا بتقولوا عليه والترف اللي انتوا شايفينه الزائد دي والزخارف ولا ياخذ دي كله، هذا ما اعده البشر للبشر، فكيف بما اعده الله لخلقه؟ يبقى اذا انت ما تاخدهاش على انها بقت. ولذلك انت لما تدخل عند واحد وتلاقي عنده حاجه حلوه كده، اوعى الحقد يملا قلبك، انت تقول له ده انت زدت يقيني بربي. اذا كنت انت عبد غيرت تعمل الحاجة الحلوة دي اللي ترايح، عمال ربنا هيعمل لنا ايه؟ الله، يبقى تزداد بها يقين ولا لا؟ يزداد بها يقين. والذين امنوا، ولذلك الله سبحانه وتعالى حب لما يضرب لنا مثل الجنة ما قالش الجنة دي كذا كما جابش. ليه؟ لأن الله حين يخبرنا عن الجنة لازم يجيب ألفاظ تؤدي المعاني اللي في الجنة. هل في لغتنا ألفاظ تؤدي هذه المعاني؟ ما عندناش ألفاظ تؤدي هذه المعاني. ولذلك يقول لك إيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل، إيه؟ أنا ما بقولكوش الجنة ليه؟ لأنه إذا كان مثل النبي يقول إيه؟ ربنا أولا يقول إيه؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ما تشتهيه الأنفس، طب ده النفس مش هتشتهي إلا إيه؟ اللي حاجة تكون عارفاها، إنما النفس هتشتهي حاجة مش عارفاها. يقوم النبي يقول لا، ده شهوات النفس ستتعالى. ولذلك يقول لك كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، قالوا لا بس كله مش هو، كله بس مش هو، وأوتوا به متشابهة. ولذلك النبي يروح موضح لنا الحكاية دي، يقول لنا فيها إيه؟ فيها ما لا عين رأت. اللي عندي حاسه بتدرك المرائي، انما الاذن في ادراكها اوسع، لانك لا ترى الا ما في حيز بصرك.
انما تسمع ما في حيز بصرك وما ليس من غيرك. واحد يقول لك ده احنا روحنا لفلان والمال. يبقى اذا معلومات الاذن اوسع من معلومات مين؟ العين. لان العين ما تراه انت، ولكن الاذن ما راه تراه انت وما يراه غيرك ويحدثك. بتبقى الاذن ايه؟ الاذن إيه؟ فيها ما لا عين رات. ومش بس ما لا عين رات، ده اوسع من كده، وما لا اذن سمعت. طب العين رات اوسع منها اذن سمعت. قال لك ومش بس كده، وما خطر ولا خطر على قلب بشر، عشان يوضع له اسم، علشان يوضع له ايه؟ اسم. يبقى اذا الجنه دي هتبقى حاجه، ويكفي ان تعلم انها مناسبه لقدره وامكانيات المعد، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. شوف انت بقى لما تدعي جماعه وعايز تعمل لهم عزومه بقى وتكرمهم، على قد امكانياتك بتعمل، فربنا هياخدنا هناك في الجنة على قد إمكانياته. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وأنا أريد أن أقول لكم أن ربنا حتى ما قالناش الجنة كذا، قال مثل الجنة، مثلها بس مش هي. طيب، ومع ذلك لما ادانا المثل نقى المثل من شوائبه. أسأل مثل الجنة التي إيه؟ وعد المتقون، فيها أنهار من ماء، بس الماء بنشوفه مرة يبقى آسن، قال من ماء غير آسن. نقى الماء مما يمكن أن يكون فيه إيه؟ من ماء غير إيه؟ آسن. وفيها أنهار من إيه؟ من خمر لذة للشاربين. هي خمر؟ قال لك ده الخمر، بس خمر الجنة، خمر الجنة غير خمرنا. ليه؟ لأن خمرنا مش لذة للشاربين، ده ساعة ما يشربها جرعة كده بنشوفهم، لما نشوفهم بيشربوها كده بده يذلقها بدري قبل ما تأثر في بقه، ما هيش لذة. مش زي ما بتمسك كاس برتقال، كاس مانجا، كاس ليمون وتقعد تمزمز فيه، لا. يبقى شوفهم كده وهم لما تشوف في السينما ولا بتاع وجماعه قاعدين يشربوا خمر، ما امسكش الكاس كده واقعد، انما عمل ايه؟ يبقى شوفها كده بتاكد منه، روح عامل دليقها ببقه، يبقى مش لذه، يبقى مش ايه؟ اهي خمره الاخره بقى مسلوب منها، وكمان خمره الاخره مسلوب منها ان ما فيهاش غول، ما تغتلش العقل. مش خمره الدنيا بقى ياخد له كاسين كده ويطلع بقى يهبل ويرمي على الارض. قال وكل ما يتدي في الارض يبقى الصنف كويس قوي، ده انا روحت ما دريتش بنفسي. الله، اهي خمر الاخره لا فيها غول، وبتاخدها لذه للشاربين، وفيها انهار من عسل ايه؟ مصفى. كان العسل اول ما انبت له يجي من الجبال ويبقى فيه رمل وحصى ومش عارف ايه وبتاع، قال لك لا ده هيجي عسل ايه؟ مصفى. الله، يبقى بيقولها مثل الجنه، وانما ينقيها برضه من ايه؟ من شوائبها. خالدين فيها، أهدي أخرى شغلانة، بقى نوع النعيم واسع. ولكن الإنسان إذا كان في الدنيا وأعطاه الله إمكانيات توسع نعيمه ويتنعم بما يمكن أن يكون نعيما في متناول يده، يتنعم. لكن يؤرقه شيء، وهو أنه يخاف أن هذا النعيم لا يدوم له، أو يخاف أنه يموت ويسيب النعيم. يبقى كم خوف يهدد النعمة في الدنيا؟ اثنين، خوف أن النعيم ده يزول، وخوف أنك أنت تموت وتسيب النعيم. أهميزة الجنة بقى، لا أنت هتفوت النعيم ولا النعيم هيفوتك. يبقى خالدين فيها، وفيها بقى لا مقطوعة ولا ممنوعة. الله، يبقى الحاجة اللي كانت في الدنيا بتقدرنا أصحاب النعمة، إما يقعد كده يقول يا سلام أنا في نعيم، بس أنا خايف للنعيم ده يزول، ولا أنا خايف لموت وأسيبه، نقول له في الجنة ما فيش حاجة من دي، خالدين إيه؟ خالدين فيها. فإذا كنت قد آثرت آخرة على دنيا، تبقى أنت إنسان رابح التجارة،
ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا دي مآلها للناس جميعا إلى انتهاء. ولا تقولش عمر الدنيا إيه كم مليون سنة، لأن أنت مالكش دعوة بعمرها. الدنيا هي عمرك أنت فيها، وإلا هي باقية لواحد تاني، طب وأنا إيه اللي هستفيد منه؟ يبقى عمر الدنيا إيه بقى؟ مقدار مكسك فيها، ماليش دعوة بقى طويلة أو مليون سنة مش مليون، مالكش دعوة. طب ومكسك فيها ما ينتهي ولا ما ينتهيش؟ ده على فرض انك انت رحت لمتوسط الاعمار 70 ولا 80 ولا اي حاجه وبرضه هتموت. انما هل ده بيحصل؟ طب ما يمكن يموت وهو صغير خالص. يبقى اذا ما تقولش الدنيا طويله ولا مش طويله، الدنيا عمرها بمقدار مكسك فيها، ومقدار مكسك فيها مهما بلغت من ارض العمر هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ما ينتهيش. طيب وتتمتع فيها على قدر جهودك وعلى قدر نعمتك ولا لا؟ طيب اذا كان ربنا بيقول لك اتعب شويه في الدنيا دي اللي عمرك فيها منهي علشان تروح لدنيا عمرك فيها ما ينتهيش، والنعيم فيها بالاسباب، يعني عايز تتنعم ازرع واقلع واصنع واعمل دي ودي، فاسمها دنيا الاسباب. لكن في الآخرة هتعيش من المسبب ذاته، مفيش أسباب، لا هنزرع ولا هنقلع. وقال لك الشيء اللي انت يمكن تكرهه في الدنيا لما تاكل أكلة حلوة كده ولا بتاع، يحصل لك مش عارف انتفاخ ولا مغص ولا مش عارف ايه، ولا ساعة ما تروح تقضي الحاجة تبقى متضايق كده وانت قاعد تقضي حاجتك كده وطلع حاجة مش تمام كده، أما قال لك شوف الحكمة، انت هتاكل ولا تتغوطش، اهي النظافة الحلوة دي، الله ياكل ولا يشتكي حاجة وما يحصلش منه فضلات، ايش الحكاية دي؟ قال لك ايوه، لان الطهي فيها من كل من الله، فبيديك على قدك ولا يبقاش فيها فضلات ابدا، انما انت هنا الطهي يبقى عندك فضلات بقى بدك تتخلص منه. ولذلك لما راح عالم من علماء الشرق المسلمين الى الغرب قالوا له يا اخي انتوا بتقولوا ان الجنه تاكلوا فيها ولا يحصلش ما تروحوش دوره الميه يعني؟ قال له اي، قال له الله، ازاي ما نروحش دوره الميه؟ قال له انت بتستعجل فيني ليه؟ الجنين في بطن امه ينمو ولا ما ينموش؟ ومعنى ينمو يبقى بيتغدى ولا ما بيتغداش؟ طب بيتغوط؟ لا. اذا من الممكن للقدره ان تغذي ولا يتغوط ويحصل نمو. الله، ده لو تغوط في بشيمته لاحترق فيها، يبقى بياكل ولا يتغوط. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى مديله ايه؟ بحساب النمو بلا فضلات، ينمو كده ومن غير فضلات. وبعدين لما يطلع ويانا بقى ويدخل بقى في قانون الدنيا، شوف بقى الكفولات اللي بيعملوها له قد ايه، شوفها قد ايه. نعم. قال لك اما اجر حلو او ده نعمه اجر العاملين. طب انا تعبت في الدنيا قد ايه؟ قال لك انت يا اخويا تعبت من عمر التكليف لحد نهايه عمرك 15 سنه سايبك ترتاح في نعم الله وفي كونه، ولا حد يقول لك حاجه ولا فهم. وبعد ال 15 سنه بيكلفك، وبعدين تقعد سنه، تقعد اثنين، تقعد ثلاثه، تقعد اربعه، الله، وبعدين هتاخد مده لا نهايه لها. يبقى اجره كويسه دي ولا مش كويسه؟ ده اجره حلوه قوي دي. ولذلك كان من الواجب ان تيجي من الحق سبحانه وتعالى. ومين اللي بيقولها؟ القائل هو الله. اكنه هو بيقول هنعمل كذا ونعمل كذا، هو نفسه ساعه ما ينسرد يقول نعم اجر العاملين، هو اللي يقول. نعم. من هم العاملون؟ قال لك اوعى تفتكر بس ان العمل كده في رخاء وفي طرف وفي بحبوحه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى العامل الحق هو من؟ هو الذي يصبر. كلمه يصبر يدل على انه هيتعرض لبلاء. قال ايوه، لان ما انت حسبتوا انما خلقناكم عبث كده، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ انت
طب ما انت هتهاجر علشان فتنت وعذبته وخايف من كذا وخايف من كذا، يبقى لازم تصبر، لازم تصبر. ومش بس تصبر، من الجائز ان يكون خصمك برضو يصبر عليك وانت تصبر. لا، قول صابر كمان، صابره، صابره يعني تنافس انت وهو في الصبر. ولذلك اصبروا وايه وصابروا، هو يصبر عنك، قول له لا انا اصبر شويه. الله. إذن الصبر علشان آفات الحياة تتحملها، إن الطاعة كلفتك مشقة اصبر على المشقة، إن المعصية وتركها كده ألمك اصبر عليه، عدوك آذاك اصبر عليه. الله. تبقى إذن وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا إيه ولا مر. الذين صبروا على الإيذاء وعلى ربهم يتوكلون في الرزق. هم كانوا يقولوا احنا هنروح ملناش وملناش، نسافر لنروح نهاجر وملناش، فبده يطمنهم ايه من هذه الناحية. وعلى ربهم يتوكلون. وأراد أن يبرر ويدلل على صدق هذه القضايا، قال الرزق ده اللي خلقك لازم يخلق لك رزقك، ومن العجيب ان رزقك مش هو اللي تملكه، رزقك ما تنتفع به، لان قد تملك اشياء وليست من رزقك، تملك حاجات كتير او بعد واحد تنسرق منك تضيع. الله. تقول ده ولا ادق من كده، ده انت تيجي يطبخ الطبخه وبعدين تحب مثلا تجيبها لك تاكل، فالواد جايبها الخدام في الحله ولا في الطبق، تقع منه على الارض تتلوث، وبعدين تاكل لك ايه؟ ايه حته جبنه حته حاجه، وكنت عايز هتاكل دي ماشي بتاعتك. لا يا شيخ مش كده، خدتها بالفعل وتحطتها كده وحطتها ببقك، وبعدين مدغتها، وبعدين نفسك غمت عليك كده، رحت ايه رحت تففها، بقتش رزقك مع انها ببقك اهي. قال لك اكتر من كده، ده يمكن تدخل المعده كمان، وبعدين نفسك تغم عليك تروح متقايقه ومطلعه، مش رزقك يا شيخ. اكتر من كده هتتمثل دم، في اكتر من كده بقى تتمثل ايه؟ دم. ان عظمت وبقت وتمثل الدم. وبعدين يجي واحد يجرحك جرح كده ولا حاجه، ينزل منك شويه دم مش بتوعك، نزلوا على الارض، وبعدين جت نمله ولا جه حاجه كده قعد يمص في الايه؟ في الدم، رزقه هو دي بتاعته، طلعت منك دم راحت له هو. الله. وليه؟ ولا انجرحت ولا حاجه، جت ناموسه كده، ناموسه بس، وعملت الخرطوم الدقيق بتاعها دي وراحت ضربه ايه؟ وقعدت بقى تتنفخ من الدم وتتنفخ وتغدت. بالله الناموسه دي كان جايبه رزقها وياها، ده انت شايلها، ده انت تتعجب. الناس اللي شافوا من التماسيح في اعالي النيل نقلوا لنا ظاهره عجيبه، انهم شافوا التمساح اللي بيخوف ده بشكله فاتح بقه كده، فياتي الطير ويدخل بق التمساح ويقعد ينقر حوالين لسانه وشفايفه ومش عارف بقه، ينقي منه حاجات كده طفيليات يتغذى منها. شوف غذائه فين؟ من فم مين؟ فم التمساح اللي الانسان بيخاف منه. وبعدين الاعجب من ده ان ساعه الصياد ما يجي علشان يصطادوا التماسيح، الطير اللي اتغذى منه من بقه ده يروح مصرخ صرخه، يقوم التمساح يتبين يروح داخل المية. ايش الحكاية دي؟ يبقى مسألة الرزق دي مسألة اللي خلقك لا، يقول لك اللي شاءه خلق لقه، خلاص اللي شاء خلق لقه. ومش ضروري انت تكون صاحب الرزق، الرزق يجي لك من اي. احنا ضربنا مرة مثل للجنين في بطن امه، قلنا ان الجنين بينمو، قال لك ايه
وما دام بينمو يبقى بيتغذى. يتغذى. هل بياخد غذائه من امه؟ قال لك لا، ده معمول له غذاء خاص بتاعه هو، لما الام تحمل يقعد يتغذى منه، ان ما حملتش غذائه مش يروح لامه، ينزل فضلات من الام كده ويترمي في المجاري اللي هو الحيط، اكن مش امه، مش بياخد رزق امه، وامه لما ما تحبلش يروح لها الرزق ده تاني، لا ده بتاع الجنين، ان وجد الجنين وحملت يتغذى منه، ما وجدش ايه ينزل تحت، لانه رزق حاجات ايه، حاجات تانية من الهوام والايه، مساله دقيقه. فربنا بده يطمنهم على رزقهم. قال ايه بقى؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. انتوا اللي معطوفين عليه. ساعة ما تسمع كلمة وكأي دي اعرف ان معناها ايه، كثير جدا. زي كم يجي واحد يقول لك يا اخي انت ما سألتش عني وانا محتاج، يقول له اخي كم وصلتك؟ لما يقول كم وصلتك يعني معناها ايه؟ يعني كتير قوي. طب ما تقول له وصلتك كثيرا وتنتهي. قال لك لما تقول اما اقول له انا وصلتك كثيرا يبقى خبر مني، والخبر مني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن انا عايز هو يقول. يوم لما تيجي تساله تقول له كم وصلتك ويقعد يعدد ما يقدرش يقول لا ما وصلتنيش، يبقى اقرار منه. فساعه ما تشوف كام وكأي دي اعرف ان حاجه ايه، كثير من مين؟ من المخاطب مش من المتكلم. وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه، يعني كتير ولا مش كتير؟ كتير، بس بالاستفهام. معنى الاستفهام ان الكلام ليس مني يحتمل خبر يحتمل الصدق والكذب، ولكن منك انت. تيجي واحد يقول لك انت يا شيخ ما سالتش عن فلان ومش عارف ايه، يقول له لا، كم مره رحت البيت وسالت عليك؟ اسالهم كده، ما قالوا لك شيء. كم مره يعني كتير، انت عايزه يجاوب، وما تسالوش هذا السؤال الا وانت واثق انه يجيب بما تطلب. لو كنت عارف انه يجيب بغير ما تطلب ما تسالوش هذا الايه السؤال. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يقول له اعدد كده وشوف الانبياء ما. يبقى كثير، يبقى وكأي يعني كثير. وكأي من دابه، الدابه هي اللي تدب على الارض يعني، والمراد بها كل ذي حركه حيه. طب ما في حاجات احنا ما نسمعش لها دبه. طب النمل بتسمع له دبه؟ ما بتسمعش له دب. قال لك انت اللي ما بتسمعش، انما لما يبالغوا في واحد يقول لك ايه ده الواد ده هو يسمع دبيب النمله. انما اللي خليه ايه، لان الشيء ما دام يقبل الصغر يقبل الكبر. بس انا ما عنديش الاله بدليل ان واحد ما يسمعش، ونقول له ايه ركب لك سماعه، يركبوا له سماعه تكبر، بيسمع ولا ما بيسمعش؟ ما بيشوفش. يقول له ركب لك نظاره، يبقى اللي ما كانش بيشوفه يشوف ولا لا؟ إذن كل شيء له أثر مرئي أو أثر مسموع، بس إيه الآلة اللي تدركه؟ واحد سمعه شديد يسمع، فدبيب النمل اللي خلقها يسمعها، دبة الإيه؟ دبة النمل. فتعالى بقى، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. مش كل حد شايل رزقه كده وياه، لا، كثير من الدواب لا يحملون ايه رزقه، وعايشين ولا مش عايشين؟ عايشين. لا تحمل رزقها لانها لا تقدر على حمله، صح، او تقدر على حمله ولكنها لا تفعل. ازاي مثلا؟ تعال بقى مثلا، القمل اللي بيجي عند الناس المسكين والعياذ بالله، والبرغوت والدود اللي بيطلع في الله، هل هو حامل رزقه؟ أبدا، ما يقدرش يحمله. طب الميكروبات اللي عمالة تفتك بالناس تحمله رزقها؟
ده الناموسه ما بتحملش رزقها وبتاخد رزقها من اللي عامل فتوى الانسان المتكبر. تيجي روح عامله عليه كده وروح شفطه منه الايه؟ شفطه منه الايه؟ شويه الدم. ادي رزقها من هنا. الله. يبقى اذا لو نظرت الى كثير من الدواب تجد لا تحمل رزقها، اما انها لا تقدر واما انها تقدر ولكنها لا تفعل. الحمار ما يقدرش يحمل رزقه، ما يقدرش يحمل حمل برسيم. يقدر. انما طب خليه ياكل ويشبع كده، ايه ياخد شويه يقول خلوهم لبكره، ولا يلتفت الى، بل العكس يدوس ويقعد يشق عليه ويعمل، ولا البهايم كلها كده. قالوا ما فيش حد يقعد يدكن رزقه الا الانسان. الانسان هو اللي يدكن رزقه تمام. والفار والنمر. يقول لك اشمعنى دول بقى يعني هم اللي ده بيدكن رزقه؟ الفار يقعد ياخد من يشبع ومش عارف، اولا ياخد ويحطه في العش بتاعه. والنمر يقول لك ده ربنا عاملها لحكمه، مش قصور من الله في انه ما يخليش اللي يحمل ما يحملش، هو يقدر يخليها تحمل ويقدر يخلق لها وسائل انت تعجز عنها، فيسيب لنا حاجات كده علشان ما نقولش ده قصور قدرته عن ان يفعل. لا، هيخلي لك الايه؟ النمله تحوش رزقها. ومن العجيب لما تشوف قرى النمل بقى تتعجب، تقعد كده ولا فيديو ولا تلفزيون ولا، شوف بقى العجائب. تيجي مثلا النمله، افرض ان انت بتاكل كده ورميت حته بلح ولا وقعت حته لحمه منك ولا فتفوتت رز ولا اي حاجه، تقوم تلتفت تلاقي، قلنا زمان نمل يجي ويحوم حواليها كده بس ويمشي، تبص شويه تلاقي دي شويه نمل واحتاطوا بالحته القطعه اللي هي دي وراحوا شايلينها. دوكا ما اشتالش، دوكا ديدبان بس عرف هيروح يقول لهم ايه الشيء الفلاني في الحته الفلانيه، ما جاش ناحيتها، انما يقول لهم دي قوتها عايزه 10 نملات. الله. يوم يجوا العشر نملات يروحوا شايلينها ومحطاطين بلاها ومشيل بها كده واخدينها على العيش. عشان تعرف العجب، قدر شيئا ترميه، حته بلح قد كده وقول دي وزنها مثلا قد كده، وسيب والنمله هيجي يقعدوها وبعدين روح جايب نمله ويشيلوها. هات قطعه ضعفها في الوزن وارميه، هيجي برضه النمل يعمل عليها كده وبعدين يبعت لها ايه؟ تجريده. تيجي عشان تقوم تعد النمل اللي جاي ده اهو تلاقيه ضعف النمل اللي كان. الله. ده ما جاش ناحيته ولا لمسه ولا اي حاجه، انما بمجرد ما يشوفها كده يقول دي ما يحملهاش الا كذا نمله. والاعجب من دي بقى لقوه في قرى النمل. نوم راحهم عند قرى النمل فوجدوا ان اعشاش النمل قدامها فتات ابيض كده صغنن 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 كده، يمكن انت تشوفه في الله. قعدوا يبحثوا ده ايه، فوجدوه الزريعه اللي في الحبايه، ما هي كل حبايه في قلبها حاجه، دي اللي فيها الايه؟ اللي فيها منها النمو، دي تنشال وتترمى بره، النمل يشيلها ويرميها بره. ليه؟ قال لك ما ياخدش الحبه ودي فيها. ليه؟ قال لك لأن لما تدخل حبة، جابوا حبة فيها وحطوها في العيش، مش متاخدة الزريعة بتاعتها دي، فبمجرد الرطوبة ما تجيله ينبت، ولما ينبت يكبر روح مفرتك العيش، يقوم النملة حويط يقول لك لا نطلع دي بره ما تدخلش. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يجي اي حاجه تنبت بالحبه يفلقها ضروري، عشان لما يفلقها ما تبقى صالحه للانبات. وجدوا ماده الكسبره الوحيده اللي ما تفقتش نصفين، انما شقت 4، النصف انشق تاني،
قال له الله اشمعنا كل حاجه تنشا اثنين الا الكثبره؟ فقعدوا يبحثوا في الكثبره، وجدوا ان الكثبره دي مركبه من اربع غرف، كل شق فيه غرفتين، الغرفه الواحده صالحه للانبات. قال لا، فلازم يشقها رخرة. يا الله، مين اللي علمه الحكايه دي؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فايه، ففيه شيء يحمل رزقه وفي شيء ما يحملش رزقه، واللي ما يحملش رزقه ده من العجل ربنا يدينا مثال يقدر يعمل ويقدر يهندس ويقدر يعمل كل حاجه. نعم. وكأي من دابه، يعني كثير من الدواب، لا تحمل رزقها، الله يرزقها واياكم. جاب الاقل وبعدين قال وانتم معطوفين عليها. الله، طب ده الانسان هو الاصل، والعالم ده كله معمول عشان يخدمه. كان يقول ايه؟ نحن نرزقكم واياهم، ده دول تابعين لنا. ثم قال لك لا، لان هي دي اللي انت تقول ده ما تقدرش ترتب حكايه الرزق. يقول لك ده انت، احنا نرزقها قبلك، احنا نرزقها ايه؟ ولذلك هناك في الايه بتاع الرزق لما جم المستشرقين وقالوا ان القران فيه اشياء متضاربه، لانهم طبعا بياخدوا بغير ملكه عربيه، ازاي يا سيدي؟ قال لك يجيب ايه ومره يقدم اللفظ ده ومره يقدم اللفظ ده، وبتقولوا كله بليغ. هنسالكم يا مسلمين، اللفظ اللي قدم ده هو البليغ ولا الثاني اللي اخر هو اللي بليغ؟ فان كان الاول هو اللي بليغ، جاب غير البليغ ليه الثاني؟ وان كان دي يبقى جاب ده ليه؟ فقولوا لنا الحكايه دي. طب زي ايه يا سيدي؟ قول. جابوا الآية بتاعت قتل الأولاد وقالوا إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي آية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إن هي اللي حلوة يعني، من إملاق ولا خشية إملاق؟ إن كانت دي اللي بليغة تبقى الثانية مش بليغة. نقول له طيب كمل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي آية تانية لا تقتلوا أولادكم إيه؟ خشية إملاق. ما قالش نحن نرزقكم، نحن نرزقهم وإياكم. الله، يبقى الآية اختلفت صدرها وعجوزها. أنت بتقوم على إنهم معنى واحد، مش معنى واحد. لما قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فكأن الإملاق موجود ولا لا؟ موجود. وما دام الإملاق موجود يبقى الإنسان عايز رزقه قبل رزق ابنه ولا لا؟ الإملاق موجود، يبقى أنا مشغول برزق مين أولا؟ برزق أنا، وبعدين يبقى رزق ابني اللي حيجي. فلما كان الإملاق موجود قال في صدر الآية لا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، لأن شغلك برزقك أنت الأول وهم بعدين وإياهم. لكن لما قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى الإملاق مش موجود، إنما خايف لا يجي الإملاق الفقر. يبقى أنت مش مشغول برزقك، رزقك عندك، بس لما الواد ده يجي أخاف أنا أفتقر. الله، يبقى إذن الإملاق غير موجود ولكنك تخاف ان يوجد. فما دام الاملاق غير موجود وتخاف ان يوجد، يبقى الحكايه شغل برزق من برزق اللي هيجي. قال له انا هجيبه برزق، نحن نرزقهم واياهم. يبقى كل كلمه محطوطه بايه؟ العجز مناسب الصدر، ما تاخدش الصدر وبعدين تسيب العجز، تشوف الايه دي من الف ايه ودي من ال ايه في ايه. وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. ما دام لا تحمل رزقها يبقى شو مال هتترزق منين؟ قال الله يرزقها واياكم، انتوا اللي تبقوا بعدين حتى. وهو السميع العليم. السميع، طب ايه مناسبه يعني اللي سميع وعليم؟ قال لك ايوه، الحق سبحانه وتعالى له قيوميه، له قيوميه. معنى قيوميه يعني ايه؟ يعني مش خلق الخلق وترك النواميس بقى تعمل، لا، قائم على الخلق. ولذلك
من عنايته بصنعته في الإنسان يقول إيه؟ ربكم لا تأخذه سنة ولا نوم. إيه؟ مش قول كده؟ لا تأخذه إيه؟ يعني إيه؟ يعني يا عبادي ما ممتم ملء جفونكم لأن ربكم بينامش. سبحان الله. يبقى إذن قيوم. طب وين عماد سميع وقيوم؟ إيه اللي يجيبها هنا؟ أم قال لك لأن الجوع إذا هز إنسان يمكن يصح صيحة أو يعمل عملية تدل على أنه جعان. فقال أنا ما خلتهمش كده ولو إني سميع، ما خلتش حد يمكن. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال ما يكفيهمش ان القرآن نزل وعايزين آية، ده ربنا عامل آيات في الكون إعجاز قبل أن يرسل الرسل. خلق السماء والأرض، طب حد يقدر يعمل العملية دي؟ وخلق الإنسان، حد يقدر يعمل العملية دي؟ وقال لك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده ربنا عامل معجزة كونية لا تنتهي. يا أخي المعجزات بتيجي للرسل عشان الناس تآمن، يطلبوا آية إيه؟ ده هم في آية من الآيات. ولذلك يجي في هناك يقول لك إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى بقى خلق السماء والأرض والشمس والقمر وبتاع، دي مش معجزة، دي إعجاز للدنيا كلها وخصوصا الكفرة اللي فيه. طب اللي ربنا يقول خلق السماء والأرض يعملوا لهم سمع، يعلنوا انفصال عن ربنا ويشوفوا لهم أرض تانية؟ ما يمكنش أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ما دام هم اللي هيقولوا الله يبقى يجب ان يكون المؤمن يعلق على هذه الاجابه. ما دام هيقولوا الله تقوم تقول ايه؟ الحمد لله اللي هم قالوها من نفسهم. قل ايه؟ ولئن سالتهم من خلق طيب ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنى يؤفكون. ازاي ينصرفوا عن هذه المساله؟ يؤفكون يعني يصرفون من الافك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويقدر له، ان الله بكل شيء عليم. ديك ولئن ايه؟ ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض لا يقولون الله. كل ما تقول لهم حاجه هيقول الله. يبقى انت تجيب على هذا وتقول ايه؟ الحمد لله الذي أنطقهم بكلمة الحق وخلهم يقول الحجة اللي تبطل كفرهم. طب بتكفروا من اللي عمل دي ليه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. إزاي ينصرفوا عن هذا مع أنهم هم بيقولوا ربنا اللي خلقه؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق يوسعه، ويقدر يعني يضيق. أما من قدر عليه إيه؟ رزقه فلينفق مما إيه؟ مما آتاه الله. يبقى قدر عليه رزقه يعني ضيقه، وبسطه يعني وسعه. أم قال لك ما هو الرزق أولا؟ آفة الناس أنهم لا يفسرون كلمة الرزق إلا بالمال نقول له لا، الرزق ما ينتفع به الإنسان، العلم رزق، والحلم رزق، والجبروت رزق، والاستكانة رزق، وإتقان الصنعة رزق، كل حاجة من الممكن أن ينتفع بها تسمى إيه؟ رزق. بس انت بتاخد الرزق المعنى واحد وهو ايه؟ وهو المال. يقول لك الله يبسط ويضيق ليه؟ ام قال لك لانه ان بسط الرزق في ناحيه
وضيقه في ناحية الأخرى على الغير، يبقى اللي ضيق الرزق محتاج لمين؟ لمن كان رزقه مبسوطا. طب وهو بقى في ايه؟ قال لك وهو في حاجة تانية مبسوط له في العقل ومضيق على صاحب الرزق المال ده في العقل، يبقى ده محتاج ليه؟ يبقى كأن الله نصر في خلقه مواهب الملكات لم يجمعها في واحد، يبقى ده مبسوط له في الرزق في الناحية دي، وده مبسوط له في الرزق في الناحية دي. فإذا جمعت كل واحد في كل جهاته تجد كما قلنا سابقا مجموع كل إنسان في الرزق والمواهب يساوي مجموع كل إنسان. بس ده زايد في دي ونقص في دي، وده زايد في اللي نقص فيها. ليه؟ عشان يربط المجتمع برباط الاحتياج إلى بعض. لأن لو كان كل واحد هياخده بقى ويستغنى عن البعض يبقى يحصل إيه؟ الناس ما ترتبطش ببعض. وما إذا لم يرتبط الناس ببعض تبقى الناس ما تتساندش، تبقى تتعاند. إنما لما يعرف إنني الخصلة اللي أنت نابغ فيها دي أنا محتاجها، والمال اللي عندي ده الفقير محتاجه، الله، والقوة اللي عندي ده الضعيف محتاجها، والضعف اللي عندي ده القوي محتاجه، الله، يبقى كل واحد عنده إيه؟ عنده موهبة من المواهب لازم تكمل المواهب التانية. يبقى إذا الله سبحانه وتعالى حين يبسط الرزق للبعض ويقبض الرزق مش بيكره ده ويحب ده، بس أنت ما بتنظرش إلا لزاوية واحدة. لكن لو نظرت لكل زوايا الرزق، إحنا قلنا زمان أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وضربنا المثل، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، قلنا لها مثل، ما دام رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، قل لي كده بقى انت اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ فيه جماعه مرفوعين كده طوالي وجماعه مرفوع عليهم؟ ابدا، الكل مرفوع في جهه اختصاصه ومرفوع عليه في غير جهه اختصاصه. يبقى كله، واحنا ضربنا بقى المثل جبناه قلنا ايه، هب ان الباشا بقى ولا صاحب القصر المنيف جاء الظهر كده ودخل البيت ام لقى رائحة وحشة، لما رأى رائحة وحشة تأفف، ايه ده؟ قالوا له والله ده بتاع مسجود، ده كبرت مسجود وعمل العملية دي. طب انتوا ما جبتوش ليه الراجل اللي بيه؟ قالوا والله هو مشغول في الحتة الفلانية ومش قادر يجي. فين هو ده؟ يركب عربيته ويروح له، يقول له انا في ايدي شغل ما اقدرش اسيبه، يوم يترجاه. اهو بتاع البكابورت ده في الوقت ده هو مرفوع على الباشا، وان ما طوعوش تبقى الحكايه باب الله. تبقى انت ما تنظرش الى الرفع الا في وقت حاجتك الى المرفوع. طيب لو مكان ده غني وده فقير، مين يقضي لك الحاجات ومين يعزق لك الارض ومين يعمل لك مش عارف تفضل هي؟ لا، لو كانش عنده أولاد عايزين يأكلوا وهو عايز يأكل ما كانش يجي ليك يمسك الفاس ويقول لك ما عندكش شغل مش عارف إيه. الله، يبقى ده محتاج ده وده محتاج ده ولا لا؟ ورفع بعضكم فوق بعض إيه؟ ما تقولش بعض مرفوع وبعض مرفوع عليه، قول الكل مرفوع في جهة اختصاصه والكل مرفوع عليه في غير جهة اختصاصه، ويبقى زي ما قلنا مجموع كل إنسان في الملكات يساوي مجموع الآخر، ولكن الخلافين 10 على 10 و0 و7 على 10 و3 مش عارف ايه. فإذا أردت بقى إنك أنت تقارن يبقى ما تحتقرش حد، لأن اللي بتحتقر له يمكن يجي يوم ايه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.